بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف يوم أمس، نشطت هاشتاجات عدة تدعو للاهتمام بقضيتهم والتأكيد على عدم استخدام مواقف السيارات المخصصة لهم. واستغل البعض الآخر هذا اليوم في التوعية بخطر الحوادث المرورية التي تشير إحصائيات نقلتها مواقع سعودية عن وقوع حادث كل دقيقتين، وأن الحوادث المرورية تتسبب في 35 حالة إعاقة يوميا، وهو ما دعا مستخدمين إلى إطلاق حملة أنا مشترك التي تدعو إلى ربط حزام الأمان.